مستمعين بريمكو ويك ومع ضيفنا وصديقنا جاد ايوب ماركتنج مانجر بريمكو اكيد وكلاء نيسان انفينيتي جي ام سي وعدد اخر من درجات الناريه كوازاكي وغيرها جاد بيجو سكوترز بيجو سكوترز اسم الله كيف ملحقين تديروا الشركه ملحقين بدكم مساعده لا ماشي الحال جاد اليوم التيدا كمان عم نشوفها بطراز جديد على كل حال تيدا كثير ناجحه وفي زوم احكي بعد عن التيدا تخيل نرجع ندور عليها بشكل عام اكثر يعني بس بدنا نحكي اكثر عن الشكل الحلو للتيدا الجديد يمكن قبل كانت اكيد محرك ممتاز وضيان وصارت اكثر صارت هلا مع شكل احلى مزبوط عم نشوفها اليوم للتيدا باللون سيلفر معنا اليوم باستوديوهات اوتو فوكس وفي عنا فيري سبيشال اوفر مثل العاده معودنا كماركتنج تيم عم تشتغلوا على دائما معك شيء بايدك دائما هيك الاوفر على التيدا كثير حلو قبل ما احكي على التيدا العالم تعرف شو التيدا وبتخيل هلا العالم عم بيعرفوا قيمه التيدا اكثر لانه هي من 5 سنين اذا بدك بعنا كثير تيدا يعني بعنا اكثر من 15000 تيدا نحن بايعين فالعالم هلا الطلب على التيدا القديمه المستعمله عم بيكون كثير عالي العالم عم تنصدم انه ليه هالقد السياره مضاين صح سعرها بعده جدا غالي فهيدا التيدا اللي معنا هي نتيجه هالنجاح تبع التيدا القديمه شكل حلو شكل يعني كلها تغيرت مع مصابيح خلفيه كلها تغيرت اماميه الكرام اللي داخلها صار بشكل اوضع لاينز كمان حلوين بشكل كيرف عم نشوف هون بالنهاية كل موديل بده ينزل جديد بده يجي يعني نعم. معاصر اكثر من اللي قبله وعم نشوف اهم شيء جاد انه تعتبر يمكن هي كومباكت كشكل طريق. بس من جوا في عنا هيدروم ممتاز لجروم سياره كثير واسعه اكبر سياره صغيره هذا الشعار طبعا من القبلة وهيدي اكبر سياره صغيره يعني انت بدك سياره هاتشباك مع صندوق يعني ما تكون بلا صندوق في عندها صندوق كثير كبير عندك شكل كثير حلو عندك اداء يعني تيدا ما احكي عن اداء او ما احكي وسادات. عن متانتها كمان لتيدا لانه عن جد العالم عظمه الاي بي اس الاي بي دي بكل نيسان عندنا كل هالسيفتي فيتشرز اي بي اس اي بي دي 2 اير باكس بكل سيارات نيسان ما عندنا سياره بتجي بلا هالفيتشرز بالاضافه لعرض التيدا يلي اليوم رح نطلقه عبر اوتو فوكس يلا. معك يلي هو مثل ما شايفين وراي انه بس يفرجونا بطاقه الجامعه طلاب الجامعه اوتوماتيكلي اكزاكتلي اوتوماتيكلي بيطلع لهم ابجريد بيطلع لهم اول شيء سكرين بتجي انتجريتد كاميرا أوكي. وبلوتوث بما انه هلا هيدا مع نظام السير الجديد هيدا ممتازه يعني هاندز فري نحن عم نسوق على الدايركشن دارك ما فيهم يعملوا لنا شيء اهم شغله هيدي بالاضافه لكل السبق وقلتون عندنا الجنوطه بتجي صارت مجنطه سو ب 20900 بس مجبورين يفرجوني ستودنت اي دي اوكي بيطلع لهم كل هالفيتشرز الزياده اللي قيمتهم كثير اكثر من $1000 اذا واحد منه ستودنت ما بيطلع له الاوفر يعني لو ظبطها شوي هيك لا بمزح لا ينزل الحال شغله حلوه فكرته بتلاميذ الجامعات مزبوط بتعرف انه اكثر عالم بيحكوا على التليفون بتعرف يعني شو عامل الليله وين صار وتعال ندرس عنه ترد على البلوتوث وانت عم ترجع وراك في كاميرا بتساعدك كمان فكل هالفيتشرز موجودين وهيدا الاوفر تبع الستودنتس سو نحن بريمكو في شيء اسمه ذا يو ديل يونيفرسيتي ديل رح نشوفه على التيدا وحنشوفه كمان على بيجو سكوترز أوكي. وعلى الموتويات اما بنرجع للتيدا يلي معنا اليوم مثل ما انت سبق وقلت انه السياره جدا ناجحه السياره ونشيطه نشيطه متوفره بموتورين ب 1.6 وب 1.8 كمان فكل هالفيتشرز التيدا هيدا يعني اي ثينك هلا الوقت كميه محدوده لانه فيها نطرة ولا كيف لانه لا ما فيها نطرة بس كان في ويتنج ليست مزبوط لا حاليا في 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 تيدايات عنا ما في مشكل أوكي. الوان يمكن يعني بالنهايه كل واحد عنده خياره بالالوان عندكم لون الاحمر البردو حلو كثير هذا يلي موجود هون بالصوره بالبانر نعم. بس الاوفر تبع اللي مقدمينه للستودنتس كميه محدوده فاذا حدا مهتم اتليست يحجز يبعث لنا مسج اون اور فيسبوك يعني فوت facebook.com/rimco يبعث لنا مسج نحن بننزله بنحطه اتليست على الليست او يتصل فينا يعطينا اسمه كميه محدوده لما بعدين يصير يقولوا لنا انه ما في اوكي من هلا انا عم بقول هالشيء شكرا جاد كل هالمعلومات عن تيدا وكمان اهم شيء عن اليو دي اللي عم تقدمه اليوم من ريمكو لطلاب الجامعات مشاهدينا mtv.com.lb ترجعوا تحضروا هالحلقه اذا ما لحقتوا تتابعوها ونحن بنلاقيكم طوال الاسبوع مع ريمكو مع السيارات الجديده الى اللقاء